بالنسبة لأسباب مغادرتي للاتحاد الرياضي، سبقت وتحدثت عليها في مختلف الإعلام. لا سيدة باش نرجعوا للتفاصيل، لكن بصفة عامة ظروف العمل ما كانتش مريحة وما تساعدش على تقديم مادة إعلامية محترمة، لأنه تعرف جيدا برنامج كيف الاتحاد الرياضي يتطلب مجهودات كبيرة، يتطلب فريق إنتاج كبير، يعني عمل جماعي كل الأطراف تساهم في نجاح البرنامج. إن مالي إلا فرد أو عنصر في هذا البرنامج، يعني مقدمة برنامج يبقى الإنتاج والإعداد لأطراف أخرى ساهرة على هذا البرنامج. أكيد فريق صحفي يجب يكون كبير ومتجند لتأمين التغطية الإعلامية لمختلف الأحداث الرياضية، يعني فريق تقني أيضا يقوم بروبورتاجات يصور، يعني يقوم بعملية المونتاج. هذا ما يمنعش أنه ثم كانت أطراف ولو أنه قلة عدد قليل من الزملاء سواء كانوا التقنيين ولا الإعلاميين اللي يخدموا في البرنامج اجتهدوا بتبيع قدر المستطاع حسب الظروف والإمكانيات اللي كانت متوفرة ومتاحة في الفترة اللي خدمت فيها أنا. لكن في نهاية الأمر خلطت الملاحظة ولا خلطت القرار هذايا، لأنه صعيب صراحة اللي أنا باش نعطي للحصة هذايا، والحصة تنجم تعطيني، يعني حسيت روحي أني باش نوخر بالتوالي. تعرف جيدا أنه برنامج كما الاتحاد الرياضي يعني عليه برشا ضوء، الناس كل تبع فيه، من أشهر الحصص التلفزية على امتداد السنين في الإعلام الرياضي، يعني مسؤولية كانت كبيرة. وبكل صراحة في ظل الظروف اللي عشتهم أنا واللي كانت موجودة واللي كانت الإمكانيات اللي كانت متوفرة، من نجم نعمل حتى شيء، بالعكس من نجم نضيف حتى شيء للبرنامج، لأنه برنامج كما الاتحاد الرياضي هو برنامج إخباري بالأساس، يعتمد على قوة إعداد من خلال الروبورتاجات وقيمة الروبورتاجات والإضافات اللي يجيو بها الصحفيين والمصورين اللي يخرجوا على عين المكان. وأنا كإعلامية ولا كمقدمة متاع برنامج أكتفي بالربط بين فقرة وأخرى، وإلا بين روبورتاج وروبورتاج، بين تحقيق وآخر، يعني ما عنديش الإضافة الكبيرة اللي تنجم بتبيعها تعطي للحصة ولا ترتقي بالحصة إلى مستوى معين. ده كان برنامج حواري، هنا أتحمل المسؤولية كاملة لأن نعرف جيدا قيمة المحاور في برنامج يعتمد على الحوار، في برنامج يكون موجودين فيه مجموعة من الضيوف ونطرح مجموعة من المواضيع اللي تهم الرأي العام. يعني ممكن هذا اللي خلاني أنسحب، بالإضافة أيضا لأن الجو العام، العقلية السائدة في مؤسسة التلفزة الوطنية لا تساعد تماما على العمل ولا على الخلق ولا على الأبداع. نعرف جيدا أنه ثم برنامج رياضي وحيد ثم زوز يعني مصالح رياضة، فالتلفزة الوطنية الأولى، فالتلفزة الوطنية الثانية، ثم مجموعة كبيرة من الصحفيين اللي على ذمة التلفزة وين في نهاية الأمر إداريا أتبع الإذاعة الوطنية التونسية، يعني ثم منافسة كبيرة اللي بلغت أحيانا حد اللي ما عادش يطاق، ولينا نتحدث على أشياء أخرى جانبية تبتعد تماما على كل ما هو حرفي وكل ما هو أخلاقي صراحة. يعني حسيت بضغط كبير، بالإضافة إلى اللغة اللي سمعتها من قبل المسؤولين يقول لك النقابة تفرض في أبناء المؤسسة، النقابة طلبت أنه مش يكون إلى جانبك واحد من أبناء المؤسسة، النقابة اللي طالبت بغيابك عن المؤسسة على امتداد أسبوع كامل، ما تجيك من لحد لحد، النقابة اللي ترفض وجودك في الاجتماع الدوري متاع الحصة. يعني بكل صراحة كل هذا حسسني أنه أنا غير مرغوب فيها في المؤسسة بصفة عامة، وخليني أنسحب، مش خليت الفرصة لأهل الدار كما يقولوا. وإن شاء الله بدي أنساهم أنا من موقعي من خلال الخطاب ولا من خلال الحوارات اللي قمت بهم في الفترة الأخيرة وحكيت على ظروف التلفزة، يعني بلغتني القصد أن الزملاء اللي بيش يجيوا بعدي ممكن شقوا ظروف خير مني أنا، لأنهم قاعدين يشهدوا الكل من إداريين من تقنيين من صحفيين باش ينجحوا المجموعة اللي باش تجي بعدي. يقول لي الناس قمت بطريقة غير مباشرة بأنه خليك الإدارة على الأقل تتحرك وتقول ما نقولش بالكثير، على الأقل بالقليل، باش تنجح الزملاء هذوما الجايين. لأنه في نهاية الأمر بكل صراحة نجاح الأحد لحد الرياضي نزيد نقول ونزيد نأكد راهو مش مرتبط بالأساس بالمقدم تاع البرنامج، راهو عمل جماعي بدءا من الإدارة وصولا إلى أبسط ممكن عاون أو موظف يخدم في البرنامج هذا ويخدم في المؤسسة هذه.